نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في برنامجكم نور على نور. هذا البرنامج هو برنامج علمي بالأساس، ثقافي هدفه إيماني في الأخير. نستضيف لكم في كل حلقة من حلقات البرنامج عالما أو باحثا، مؤلفا لكتاب أو ناشر لمقال علمي، يبسط فيه لنا في كل حلقة المعلومة العلمية، فتكتسب أيها المستمع الوفي ثقافة علمية نافعة لك في حياتك الاجتماعية الصحية النفسية، وخاصة منها الإيمانية، فتساعدك أنت المؤمن على فهم كلام الله واستيعابه، فيترسخ إيمانك القلبي الروحي بإيمان عقلي. وأنت كذلك أيها المستمع الحيران الباحث عن الحقيقة، تساعدك هذه المعلومات العلمية على الإجابة عن أسئلتك المحيرة، فتريح قلبك ونفسك وعقلك وتهديك إلى نور الله. نور على نور. مستمعي إذاعة الحياة FM، نستضيف لكم في هذه الحلقات الأولى من برنامجكم نور على نور الدكتور محمد فوز الدريسي، لنحاوره في كتابه الذي صدر أخيرا عن دار الليدرز، الشمس عملاق أحمر، التوافق بين العلم والكتب المقدسة. كتاب يجمع فيه المؤلف كل المعطيات والنظريات العلمية الحديثة حول بداية الكون ونهايته، وكذلك حول بداية ونهاية المجموعة الشمسية، وخاصة نجم الشمس وكوكب الأرض. ويقدم لنا فيه وحسب معطيات علم الفيزياء الكوني الحديث قراءته للكتب المقدسة بعهديها القديم والجديد، وخاصة القرآن الكريم. دكتور محمد فوز الدريسي، مرحبا بك على موجات إذاعة الحياة FM، مرحبا بك في مدينة القيروان. مرحبا بك دكتور طارق، أنا سعيد بالاستضافة هذه، وسعيد باش نكون معكم في القروان اللي هي يعني مدينة ضاربة في القدم، هي يعني وشحت ماضينا، وإن شاء الله توشح حضرنا، لأنها لعبت دورا عظيما في تاريخ تونس، وكانت هي مدخل الدين الإسلامي العظيم هذايا، مدخل هالكتاب اللي باش نبحروا فيه شوية باش نشوفوا هالمواضيع اللي حكيت فيها أنت إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا لحضورك معنا. دكتور فوزي، محمد فوزي الدريسي، أنت طبيب قلب، وهذا الكتاب صراحة عندما قرأته أنا هذا الكتاب طمأن قلبي على ديني وعلى إيماني، وأعطاني كثير من المعلومات الجديدة التي
أراحتني نوعا ما نفسيا. وفي نفس الوقت أتصور أن كل قارئ حيران عندما يقرأ كتابك سيعيش نوعا من الراحة ومن الكثير من الإجابات عن أسئلته. دكتور فوزي دريسي، لمن يعرفك؟ فوزي دريسي هو من مواليد 3 سبتمبر 1960 بريف جندوبة، منطقة تحمل اسم العائلة اللي هي منطقة دريسية. زاولت دراسة الابتدائي متاعي في مدرسة بلاريجيا وهي منطقة الأثرية المعروفة في تونس، ثم في زوز معاهد في جندوبة، تحصل على البكالوريا في سنة دراسية 78-79، ثم دخل كلية الطب بتونس أين تحصل على شهادة الدكتوراه. يعني فانهينا الدراسة نتاعنا في 84، ثم زاولت التربصات الأولى بالمستشفى الجامعي بولاية جندوبة، لأنه كان عندنا مستشفى يعني من طراز رفيع، وقتها كان جديد، كان جامعي وكان فيه أساتذة جامعيين، ونحب نذكر منهم أستاذي الأول في أمراض القلب اللي هو الأستاذ محسن زوالي، رمضان محسن زوالي، اللي هو من نرجيش، واللي هو كان عنده أثر كبير باش فعلا وجهني للميدان هدايا ودزنا، لأنه كان رئيس قسم لأمراض القلب والشرايين. ثم بعد رجعت لتونس، مارست أغلب التربصات بالمستشفى الجامعي بالرابطة، منهم قسم القلب في الرابطة، ثم شوية سنة في قسم القلب في شارنيكول عند المرحوم الأستاذ علي بوسنينة رحمة الله عليه، ثم سافرت لباريس في التربص بطبيعة في نطاق بعثة للدولة التونسية لوزارة الصحة تقريبا 3 سنوات، ثم رجعت في 93، في أوائل 93 إلى تونس. كان من المفروض نتسلم الشغل نتاعي في مستشفى شارنيكول، نرجع منين مشيت، لكن أستاذي وأخويا الكبير وصديقي الأستاذ رشيد مشماش أبى إلا أني نعاود نرجع للرابطة في قسمه هو. عملنا مع بعضنا شوية طريق عادي، وليت أستاذ مساعد في قسم القلب في الرابطة، درسنا شوية في الجامعة، ثم جات فرصة لأنه اتصلوا بي من مصحة المنار في الوقت ذاك، حبوا يعملوا اختصاص القلب غادي، حب يطور، لأن في الحقيقة كان فما اختصاص القلب في مصحة التوفيق، كان فيها جراحة، ثم صارت مصحة القلب والشرايين في ابن زهر في تونس اللي فتحت أبوابها تقريبا في 93. ثم اتصلوا بي أنا، ووقتها بدأت حكاية المنار وقسم القلب نتاع المنار وهكذا. سي رشيد مشماش ما راش مانع باش نخرج أنا، لأني عرضت عليه يخرج هو يمشي هو القطاع الخاص، ما حبش يرفض، قال لي امشي، وقعد القسم محلول فعلا. قعدت نرجع من 96، خرجت في آخر 96 حتى لسنة 2000، من 96 سنة 2000 كنت نرجع لقسم القلب في الرابطة، لأنه كانت من الصدف أن الأستاذة أسي بغزالة تنقلت لسوسة، وقعد سي رشيد تقريبا الفريق نتاعو صغير وكان يحتاج لحد يعاونه، قعدت أنا معاه نمشي بينيفولمون من 96 ل 2000 تقريبا. هذا الجانب الطبي. يعني اختصيت في يقولوا لك كارديولوجيا انترفونسيونيل اللي هي القسطرة، قسطرة القلب، اللي من هاك الوقت لتوا انا وسي رشيد مشماش ما افترقناش، ونجبد على سي رشيد مشماش لانه خويا، ولانه تربطني به علاقه اليوم ما نجمش حد يتصورها، ولانه انا مدين له بكل الذي صار في حياتي في ميدان القلب والطب. شكرا. هذه شهاده للتاريخ. ثم بعدين بطبيعه من 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 مساحه المنار تنقلنا مع بعضنا في 95 المساحة باستور، أين نزاولوا توا في خدمتنا إن شاء الله. مستغرب طبيب، فما علاقتك بالفلك وعلوم الفلك؟ وثانيا ما علاقتك بهذه بالقراءات الدينية والقرآن والإنجيل والتوراة؟ كيف خلقت، ولا كيف تطور هذا الموضوع معك؟ سؤال مهم. وهو في الحقيقة
شخصية الإنسان هي تتكون في الصغر، في الصغر. وأنا من عائلة محافظة، يعني عائلتي تقريبا أغلبهم خريجي جامعة زيتونة، إلا واحد برك من جدودي كيف جاءوا من المغرب زاول التعلم تاعو في زاوية نفطة، الباقي كل في جامعة زيتونة. هي الملاحظة جست علاش كل ما واحد يكون قرأ في الزيتونة يقول عائلة محافظة، عائلة مثقفة، عائلة انتلكتويل، عائلة ما باش يفهمونا التوانسة، لأن يقولوا عائلة محافظة، عائلة قرآن، معناتها هذا هو المقصود بالعائلة محافظة. هاي القرآن، وعندي واحد من جدودي كتب كتاب مزيان نحتفظ به أنا، هو شرح الأجرومية، هو جدي من الأب. في صغرنا في هال الإطار هذا متاع العائلة المحافظة كل كان كنا نتفرجوا على الأستاذ والدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه في مصر، اللي كان تعلمنا عليه الميادين هذه، ميادين الإعجاز العلمي في القرآن والتناول المواضيع هذه في 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 القرآن. صار غرام، ثم في الحقيقة شيء شد انتباهي برشا للدين وخلاني أركز في الموضوع هذا هو سنة البكالوريا. كان عندنا أستاذ بعثي كان حي نسلم عليه وكان توفى رحمة الله عليه، كان لا يؤمن بوجود الخالق، وكان يحاول يأثر علينا في دروس الفلسفة باش يوجهنا الاتجاه هذاك. وكنا احنا بماني انا والعائله محافظه وعندي شويه ميول هكا، كان ديما ثم سجال في القسم، وكنا نمشي ونقرا ونحضر رواحنا باش نجابه اسئلته باش نجاوب على اسئلته. تذكر تو الاشياء هذه، تذكر حتى القسم اللي قرينا فيه في معهد الحريه في جندوبه. دونك هذاك خلاني نواصل في الموضوع هذا، كان عندي غرام. ثم بعد اقامتي في باريس تغرمت بالمجالات العلمية، سيان سيفي، لدوسي دلا رشير، سيالي اسباس، استرونومي. والغرام هذاك خلاني تقريبا كل شهر نقرأ اثنين ثلاثة أو الأربعة المجالات العلمية هذية اللي تصدر في فرنسا. وقتها بديت ندخل في شوية ديتاي في علم الفلك كذايا وفي علم الكونيات، اكتسبتها شوية يعني باع اللي خلاني نجم نفهم. وباني انا نقرا القران صغري يعني من الثانوي نقرا القران دوريا، بدات تلفت انتباهي بعض الاشياء. وكان في يوم من الايام ذكرنا راجع من باريس في الطائره في الليل، كان معايا عدد نتاع سيونس سيفي، كان يحكي على لي بيراميد ديجيبت، لي بيراميد ديجيبت العدد كامل، كيفاش تكونوا، كيفاش بناوهم، وشنو النظريات، لانه كان فيه اشكال صغير عند العلماء. يعني درا نقبلوا النظريه القديمه اللي تقول لبيراميد ايجيبت تبناو بحجاره الجيزه، الحجاره الطبيعيه، او تبناو بشيء اخر، لان الحجاره كانت كبيره، البلوك دو بير كبار، كيفاش هزوهم، كيفاش، ثم تساؤلات كبيره. وفي العدد هذا نتاع سيون سي في يخلص القول الى ان لبيراميد ايجيبت تبناو بحجاره مركبه، يسميوها بالفرنسويه لي جيو بوليمير. في ليلتها نقرأ في سورة القصص، والله في ليلتها بالصدفة، يقول فرعون للقوم متاعه سامحوني عفوا، لا أرى لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يطلب من هامان اللي هو وزير البناء باش يبني له صرحه، باش صرح، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. إذا عندهم تقنية قولوا بالفرنسية لا تيركويت، إذا بناية الأهرامات نجم تكون مبنية على عين المكان، يعني يعملوا كما نقولوا احنا الكفراش ويصبوا البلوك دو بيير على عين المكان بالخليط هذاك، يقولوا من الرمل، من الجير، من الطين، من جذوع النخل المحروق، يعني رماد جذوع النخل وهكذا. العلماء عملوا الدوزاج، التحليل متاع نسبة الكالسيوم والفوسفور والسيليس في حجارة الأهرامات، ويقولوا أن النسبة هذه ما هيش نسبة حجارة طبيعية. إذن الفراعنة كان عندهم تقنية لجيوبوليمير أو صناعة أو البناءات بالطين المحمي أو سميه كما تسميه. هك الآية هذيك آية كاملة، عداوا العلماء قداش وخلافات كبيرة،
فهمتوا نقاشة كبيرة باش يفهموا كيفاش تبنات أهرامات مصر. يقولها القرآن في كلمة، ليش القرآن قال في كلمة فابني لي فاجعل لي أهمان فوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا أوقد لي على الطين كلمتين، يلخصوا موضوع كبير، موضوع شائك، موضوع اللي هو مش محسوم إلى اليوم. في مرة ثانية صار في عدد ثاني في دوسي دو ريشيرش على ليزيتوال النجوم، عدد كامل يحكي على النجوم منذ خلقها الأول، تطورها، كيفاش تشتغل النجوم، ثم نهاية النجوم. وكل العدد هذاك كيف يقراه البشر يعني يولي ملم تقريبا بكل ما يلزم باش يفهم في نجوم وحركة النجوم وتكوين النجوم وهكذا. بالطبيعة قارئ القرآن والناس كل اللي يصلي واللي ما يصليش واللي يقرأ برشا ما يقراش يعرف إذا الشمس كورت، بيعرف إذا النجوم طمست. وعشت الفكرة في مخي ما حبيتش تغادر، إيش معنى إذا الشمس كورت؟ إيش معنى إذا النجوم طمست؟ تخي الشمس ما ينجم من النجوم، إيش به يقول الشمس كورت والأخرين يقول عليهم طمست؟ ومن غادي بدأ البحث هذا، من غادي بديت نقرأ القرآن باش نفتش على أشياء باش نفهم. العلماء عندهم قاعدة في تفسير القرآن يقولوا القرآن يفسر بعضه بعضا، لازم تفتش في القرآن. ثم كان عندي ثلاثة آيات هما المحفز تقريبا الرئيسي. الآية الأولى تقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، الآية الثانية تقول وكل شيء فصلناه تفصيلا، والآية الثالثة تقول أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كان قال كل شيء فصلناه تفصيلا، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، الدور علينا احنا باش نخرجوا من القرآن هالكنوز المخبأة، لأن القرآن لا يتحدث بتعبير مباشر في أغلب الأحيان. في أغلب الأحيان يعبر بتعبير إما مجازي أو تعبير موجز، وانت برا فسر، لأن القرآن كما باش نشوفه بعدين ليس كتاب علم، إنما هو يعطينا إشارات ليوجهنا. وربي يقول اللي أنا نزلت لكم الكتاب هذايا باش نوصلكم للحقيقة، توكي نشوفه بعدين. تقريبا هذا اللي صار في 2010. أتميت كتاب صغير اسمه نهاية الكون بين العلم والقرآن الكريم، سافرت على خاطر البيروت فك الوقت هذاك، كان في تونس قبل الثورة بيروت أي فك الوقت هذاك قبل الثورة، كان صعيب تناول مواضيع اللي فيها الدين والقرآن في تونس. دونك مشيت لبيروت وعرضت عليهم فكرة وقبلوا باش ينشروا الكتاب هذاك ونشر في بيروت. ثم دار الكتب العلمية في بيروت دخلت لتونس. إذا بيه في يوم من الأيام جاني استدعاء من الداخلية. مشيت للداخلية مش عارف واش، ما عارفش الداخلية أنا في شرح بي بورقيبة، مشيت باب في الداخلية متالي طلعت، قالوا لي مشيت قعدت نلقى زوز من الناس، قالوا لي دكتور دريسي أنت كتبت كتاب اسمه كذا، قلت لهم إيه، قالوا لي إحنا قريناه وهو كتاب علم وإحنا باش نخليه يدخل تونس وبارك الله فيك نجم تفضل. هذا مكان الحديث حتى شيء. خرجت على روحي مشيت تدخل الكتاب لتونس. قلت انا كيف تقرا سوره البقره اللي في الميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون اي ما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يؤمنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. اذا الذين يؤمنون بما انزل اليك ما انزل من قبلك، الإيمان بما أنزل من قبلك مش بيش يكون إما إيمان بالتسليم، لأنه هو قال، لأن ربي سبحانه وتعالى قال في الكتاب يؤمنون بما أنزل من قبلك أنا مؤمنين. لكن اللي يتعمق في القرآن وفي روح القرآن هو ربي يحبنا نمنو بالعلم، يحب نخدم العقل، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تفكر ساعة خير من عبادة سنة، هذه هي روح ديننا احنا، هو أعمال العقل والفكر، وللألباب وللعقول النشيطة العقول الحية. إذن
لازم نشوف الكتب المقدسة اللي ربي يدعو فينا باش نؤمن بها، واللي هي مكمل عقيدتنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. بالنسبة لي نحن في عقيدتنا نحن لا نفرق بين الرسل، نؤمن بهم الكل ونؤمن بكتب ربي. والتوراة يقول فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. يعني إذا شو الموضوع؟ احنا عملونا حاجز بينه وبين الكتب، هذوم يقولون الكتب محرفة ما تطلوش عليهم فوق عليكم. كانوا ربما لحمايتنا واحنا صغار يخافوا علينا ربما، لكن عملت تحدي، حطيت الانجيل على في الدار بحذايا، قعدت نقرا في الانجيل، قعدت نبحث في الانجيل. بما اني انا كتبت في نهاية الكون قعدت نفتش على الايات اللي تحكي على الكون في الانجيل، واكتشفت اشياء مهمة، أشياء خلتني نزيد نمشي. في الأخر جات الهدرة نتاع الكتاب هذا جديد، القصة هذه هي لازم يكمل الكتاب فيه القرآن والإنجيل أو الكتب المقدسة السابقة. لسبب، لسبب هو نحب نبين أن أصل الكتب المقدسة هو فعلا مقدس، هم كتب جاءوا من عند ربي سبحانه وتعالى، وليست هذه الكتب من صناعة البشر. مشكاة واحدة. ما يهمناش ماذا فعل البشر بهذه الكتب بعد نزولها، إذا كان ما دخلناش فيه ولا يهمنا. القصد هو تبيان أن أصل الكتب مقدسة، وهذا بطبيعة يقوينا إيماننا، وهذه خلينا نمنوا بهم ونمنوا بقدسيتهم كما أمرنا في الكتاب نتاعه في القرآن نتاعه. هذا هو السبب اللي خلى الإنجيل يدخل في الكتاب هذا. لكن كنا نقرأه بعد كتاب، تحس أنه البعد كتاب القرآن كان كتابا فيه أكثر ديتاي وأكثر بعد بعد علمية موجودة في كتاب القرآن أكثر مما موجود في كتب الإنجيل والتوراة. ربي سبحانه وتعالى يقول القرآن مهيمن على الكتب السماوية الأخرى، يعني طبعا لأن القرآن هو كتاب جامع وهو آخر الكتب السماوية، وربي نزله يعني للبشرية كل. ها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ربي للناس الكل، للأمم قاطبة، وثم الكتاب باش يقعد صالح للأزمنة الكل. هذاك علاش ربي جعله كتاب كامل، وتحدى حتى الناس ما يمنوش به باش يلقوا فيه نقطة خلافية وباش يلقوا فيه نقص وباش يلقوا فيه كذا، تحداهم باش يجيبوا حتى آية أو سورة مثل القرآن هذايا، لأنه القرآن جامع وكامل وما يلقاو فيه حتى شيء بحول الله. هذاك علاش القرآن هو مهيمن فعلا على الكتب اللي سبق. شكرا جميل، هذه الرحلة البحثية اللي قمت بها دكتور فوزي دريسي، طبيب ثم يطالع ويقرأ علم الفلك وعلمه، ويهز نوعا ما إلى 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 أنه يبدع في بعض الأحيان بعض الكتب، وأبدع معنا كتابا جميلا. انك انت تقولوا بسوري تاع بارطاجي فوتر باركور avec nous، زي بارطاجي الباركور تاعك باهداء للناس زوج كتب يقراوهم باش يتبعوا الباركور اللي عملته. وباركور يوصل برشا، انا قريت الكتاب تاعك يوصل برشا قناعات، لو يقراوا الناس الكتاب يوصل برشا قناعات ايمانيه جميله. وذاك علاش انا باش نقول لك انت في الكتاب تاعك فما مقدمه لسيد حميد النيفر، واللي اخذت لك معاه هنا الريبورتاج باش نسمعك منه شويه وباش نسمعك كيف راى هذا الكتاب، وكان تشبيهه وكان حديثه على الكتاب. انا نفسي عندما قرات كتاب المره الاولى ثم انا قراته مره ثانيه، ثم وقت اللي سمعت سي نيفر يحكي في المقدمه تاعك في مقدمه الكتاب اعطاني رغبه اخرى لقراءه الكتاب بطريقه اخرى. لنسمع مع بعضنا لمقتطف لما قاله سي أحمد النيفر. معنا على الخط الدكتور والأستاذ الدكتور أحمد النيفر، كاتب ومفكر تونسي وأستاذ جامعي متخصص في أصول الدين والفكر الإسلامي والمعاصر. مرحبا بك سي أحمد النيفر على موجات إذاعة الحياة FM. شكرا جزيلا على الدعوة، كل التشجيع وكل الدعم لإذاعة الحياة في تونس. بارك الله فيك سي نايف، نحن جد سعداء وحسن الشرف أنك تدخلت معنا في هذا البرنامج. للناس اللي ما تعرفش سي حميد النيفر، سي حميد النيفر هو حاصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة السربان بباريس سنة 1970،
وكذلك على دكتوراة الدولة في العلوم الإسلامية جامعة الزيتونة سنة 1990 ومتخصص في أصول الدين والفكر الإسلامي معاصر من جامعة الزيتونة. له مجموعة من الأبحاث والدراسات المنشورة التي تعنى بسؤال التجديد. من بين هذه المنشورات أو الكتب التي كتبها أستاذنا الرائع حميد النيفر: مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي، النص الديني والتراث الإسلامي، الإنسان والقرآن وجها لوجه، لماذا أخفقت النهضة العربية، المناهج الحديثة في الدرس القرآني، الإنسان والقرآن وجها لوجه، التفسير القرآنية المعاصرة قراءة في المنهج، الحياة الطيبة، التسامح. وهو حديثا أنتج لنا كتابا جديدا عنوانه بحثا عن المشترك، قراءة في التراث في تراث الحداثة والتأوين. قدمتم هذا الكتاب، لماذا قدمتم هذا الكتاب، وما فيه ما في هذا الكتاب من ما يهم الناس؟ كتاب الدكتور فوزي إدريسي اللي ممكن ترجمت عنوانه الشمس العملاقة الحمراء. أيوة، هو كتاب أولا يتحدث عن الظواهر العلمية بتطورها حولنا، كون كامل فيه الشمس وفيه الكواكب وفيه الطبيعة متاع الأرض وفيه الإنسان، لكن هو يبدو في الظاهر كأنه كتاب متحدث على ما يسمى الكون كوسموس. أيوة، ولكن هو في الحقيقة يتحدث على الكون ويتحدث في نفس الوقت عن قضايا أخرى، وهذا أهميته. معناها الجانب العلمي الكوني هو مدخل لجوانب أخرى، وهذه قيمة أولى في الكتاب. معناها الكتاب ما هوش كتاب علم فقط، هو كتاب علم وكتاب حضارة وكتاب إيمان، ثلاثة نجمه نحطوه في هالمستوى هذين، صح، الالتقاء متاع ثلاثة مستويات. ففيه جوانب علمية، يتحدث عن جوانب علمية والاكتشافات العلمية التي حصلت، ثم هو كتاب حضارة، معناها كيف يمكن للإنسان اللي مهتم بالعلم أن هالاكتشافات هذه يفهمها في مستوى حياته هو الاجتماعية والفكرية الإنسانية، صح. ثم في مستوى ثالث، هل التحويل هذا كيف نفهم العلم في مستوى الحضاري، كيف نفهم هذا المستوى الحضاري في مستوى الإيمان متاع الإنسان، صح. كيف ينظر يعني الإيمان هو انبثاق نظرة الإنسان لما حوله لنفسه ولما حوله. جميل، هذا الملخص جميل متاع الكتاب، لنا أن نلخصه. إذن هذا أهمية الكتاب، كتاب علم وكتاب حضارة وكتاب إيمان. فأن يقوم بهذا العمل طبيب، يعني الطبيب في الغالب يكون مستغرق في اختصاصه، إذا كان هو طبيب نتاع عموم، معناها طبيب جنراليست، معناها طبيب عام، طب عام، يعني لاهي بكل الأمور هذيك، وإذا كان هو متخصص عنده اختصاص اللي هو متميز به. لا، الدكتور تكوينه العلمي تكوينه الطبي يدفع به إلى أن يقوم برحلة مع القارئ. يعني هو كيف كل واحد اختصاصه الدقيق اللي هو متخصص فيه يعاونه باش يصاحب القارئ، يمشي معاه خطوة خطوة باش يكتشف هالتحول اللي موجود في العلوم اللي مرتبطة بالكون، اللي مرتبطة بالكواكب، اللي مرتبطة بالشمس، وعلاش خصوصيات الشمس ومآل الشمس وما حولها من مكونات أخرى في الفضاء هذا الكبير. ثم كيفاش احنا هالمعلومات اللي عندنا واللي قاعدة تتطور، لأن المعلومات في الكون ما هيش واقفة، فالرحلة في مستواها الأول نكتشف اش ثم صاير من حاجات جديدة في الكون، ثم من خلال هذه الرحلة الكونية ماذا تعني هذه المعلومات الجديدة، ماذا تعنينا اليوم بالنسبة للبشر الذي يعيش في كوكب أزرق صغير ضمن هذه المجموعة الكبيرة الكونية. إذن
الجانب الثاني الرحلة، الوجه الثاني للرحلة اللي هو سميته أنا الوجه الحضاري أو الوجه الثقافي إجاز التعبير للرحلة، هو أنه الرحلة الكونية هذه عندها مردودها وعندها نتائجها في مستوى حياة الإنسان، الإنسان بمعناها الكبير بمعناها الشامل مش بمعناها الفردي. فالجانب الحضاري مهم جدا في هذا الكتاب. ثم المستوى الثالث لهذه الرحلة هو الجانب الإيماني. الإيماني يعني هالجانب الكوني، هالعالم الممتد الذي لا نعرف له كيف نخترق آفاقه، كيف نستطيع أن يفيدنا في مستوى تفاعلنا مع إيماننا أو نظرتنا لأنفسنا. الإيمان إذا كان جاز لي أن أختصره، الإيمان عنده زوز أبعاد، عنده بعده فيما يخص الإنسان في نظرته لنفسه ذاته، وعنده بعد في نظرته إلى من حوله وما حوله. هذا هو الإيمان. الإيمان ما هيش مسألة هكا مجردة ويعني مثالية، هي مسألة كيف ينظر الإنسان لنفسه في ذاته وكيف ينظر لما حوله ولمن حوله. هذا تقريبا إذا جاز لي أن أختصر بشكل موجز جدا الكتاب نتاع الدكتور إدريسي. سمعت هذا الحديث، هو حديث رائع بصدق، فهو يدخل في صلب البرنامج وصلب الفكرة. إنه الكتاب نتاعك الدكتور إدريسي هو كما قال هو كتاب علم، كتاب حضارة، وكتاب إيمان، يربط ما بين هذه الثلاثة حلقات. وكذلك يقول هو يحدد أن الكتاب علم والكتاب الحضاري، وش يقول فيه هو الحضاري أو الثقافي، الحضاري هو الثقافي، وهو كيف يمكن للإنسان المهتم بالعلم أن يفهم هذه الاكتشافات العلمية في مستوى حياته الاجتماعية والفكرية والإنسانية، كيفاش ترجع ليه هذه الأفكار وهذه المفاهيم العلمية الجديدة، كيفاش ترجع على حياته يعني يستعملها يستنفع بها نوعا ما. تعطينا مفهوم جميل الإيمان بصدق، هذا هو اللي تعلمته وأنا في جديدة الكلمة اللي خذيتها دي، يقول الإيمان هو كيف ينظر لنفسه الإنسان وكيف ينظر لمن حوله وما حوله. وكذلك هذا الكتاب هو اكتشاف الكون والحضارتنا، هل هي في الطريق الصحيح، وهل إيماننا هو كذلك في الطريق التوحيدي. هو سي حميد النيفر غني عن التعريف تبارك الله عليه، أنا أعرفه من 20 سنة تقريب. سي حميد النيفر هو مفكر، هو فيلسوف، والمقدمة هي مقدمة فلسفية تقريبا، مقدمة فلسفية تتناول أسئلة يطرحها الإنسان منذ القدم. مقدمة فلسفية حق، ولكن عندما تقرأ هذه المقدمة دخلك في جو الكتاب، أكيد تحس راك دماغ مش تقرأ في كتاب علمي، مش تقرأ في كتاب حضاري، مش تقرأ في كتاب كذلك إيماني، ويوصلك نوعا ما إلى طمأنة قلبك وطمأنة إيمانك نوعا ما. طبعا، لأنه كما قلنا الإنسان منذ العصور القديمة كان يتساءل عن معنى وجوده في الكون، يعني كان يتساءل عن كون هالكون، شو الكون هذايا، منين جاء الكون هذايا، وين ماشي الكون هذايا، كان يتساءل عن خلق الكون، من أوجد هذا الكون، هل هذا الكون كان ديما موجود أو الكون خلق يعني محدث في تاريخ معين. إذن سي حميد النيفر يقول هذا الكتاب هو رحلة في ممكن في آخرها يخرج البشر ربما ببعض الإجابات اللي تيسر عليه فهم هالتساؤلات هذه، تساؤلات وجودية في حياة الكون، في حياة الإنسان، وفي روح الإنسان. الإنسان ديما يسأل شكوني أنا، وين ماشي أنا، شو علاقتي أنا بالموجود. إذن هو الكتاب هذايا ثقافي وعلمي، لأنه يعطي للقارئ زاد أو ملخص ما صار في الساحة العلمية اليوم. يقرأ الواحد الكتاب هذا يخرج عنده شوية ثقافة وباع باش نجم يفكر في الكونيات. ثم بالطبيعة هو بعدين في الجزء الثاني من الكتاب هو يسبح بيك في مجال آخر، مجال فعلا الحديث عن الكونيات
والحديث عن الوجود في الكتب المقدسة. هذاك علاش هو في الحقيقة تقديمه للكتاب تقديم رائع جدا للي يحب يفهم للي يحب يتعمق في معنى الكتاب. سنعود للكتب المقدسة. في كتابك لأول مرة أرى كتاب يتحدث القرآن والعلم وعلاقته بالكتاب الإنجيل والتوراة، ويقدم لهذا الكتاب رجل دين مسيحي لبير فانسان فيرولدي. ولما سألنا سي أحمد النيف حتى ما نجمتش نتصل بلبير فانسان فأعطاني رأيه في هذا الموضوع. لنستمع سي نيفر في مقدمته. وفيت سي مسيو لبير فانسان وفيت رجع إلى ثلاثة وثائق مهمة: وثيقة الأخ الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك اللي صارت في أبو ظبي في 4 فبراير 2019، وكذلك وثيقة ميثاق الفضيلة الجديد في أبو ظبي ل 9 ديسمبر 2019، وميثاق وثيقة مكة المكرمة حول مفاهيم الوسطية والاعتدال ضد العنصرية والكراهية. هذه الوثائق عاد إليها مسيو لوبير في تقديم كتاب سوليجيانت لأستاذنا ولدكتورنا سي فوزي الدريسي. وكذلك أنا لاحظت أن أخيرا في تونس تم كذلك القيام بوثيقة الطوائف الدينية في تونس. توقع ميثاق وطني حول التعايش السلمي في 26/1/2022. كل هذه الوثائق التي تعتبر وثائق حوار بين الأديان ووثائق حوار سلمي بين الدين الإسلامي والدين المسيحي واليهودي. وأنت كذلك سيدي دكتور سنايفر، أنت كذلك كنت رئيسا سابقا وعضو في فريق البحث الإسلامي المسيحي، فما رأيك في مثل هذه الكتب التي تتحدث عن هذا التوافق في الكتب الدينية اللي هي تعتبر نحن مسلمين نؤمن بكل هذه الكتب، كتب الإنجيل والتوراة والقرآن، هذا التوافق وهذا الحوار اللي نعتبره نوعا ما بين قوسين حوار بناء من أجل إنسانية ومن أجل إيمان كامل بالله، كلنا مؤمنين بالله، فما رأيك في مثل هذه الأطروحات؟ وسي فوزي الدريسي تعامل مع هذا الموضوع بهذا الشكل في كتابه وأنتج مفهوما جميلا. أنا عجبني المفهوم والبحث العلمي في الكتب المقدسة وكذلك في كتاب القرآن وهذا التوافق الذي خرج به، فما رأيك أستاذنا في مثل هذا الموضوع؟ الحوار هذا هو في الحقيقة هو أساس من الأسس الذي تبنى به الحضارة الإنسانية. الحضارة الإنسانية من ولها من أولها كان فيها وجهان، ثم وجه حواري وثم وجه انكفائي، معناها يتسكر على روحه، انكفأ يعني انغلق، وأحيانا يولي في أسوأ الحالات يولي حوار، يولي انكفاء عدائي، يولي في حالة متاع عداء وفي ربما يؤدي إلى مشاكل وإلى صراعات. المفهوم الحضارة الإنسانية ما تبنتش عبر الانكفاء. من أول الحياة نلاحظ أن هناك نوع من الحرص على الانفتاح على العالم والانفتاح على المختلفين، لكن العملية ما هي سهلة، العملية صعبة، لأنه في كثير من الأحيان ما يصبح الآخر يبدو وكأنه مش آخر مختلف، هو عبارة على عدو وإلا هو خصم وإلا هو في حالة صدام، يعني مصادم. بينما المفهوم الحضاري الذي نجده في التاريخ الإنسانية والذي نجده في النص القرآني اللي هو مفهوم التعارف. تعارف أنه في الآية المعروفة خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارف، مفهوم القرآني والمفهوم الإنساني يتماشاوا تماما بأنه العلاقة هي علاقة اختلاف حتى يثري كل طرف الطرف الآخر. مش أنه أنا بالضرورة حين أتحاور مع المسيحي وإلا حين أتحاور مع اليهودي وإلا مع البوذي وإلا مع اسمه الأجنوستيك، معناها لا مش معناها أني أنا سأصبح تابعا له. المعنى بتاع الحوار هو معنى أني أريد أن أتمعن وأتفهم نظرته حتى أتأكد وأتعمق في نظرتي. يعني أنا حين أنظر إلى المختلف وأتحاور معه فأنا أعتبر أنه هو مصدر
من مصادر الثراء اللي أنا سأكتشفه في ذاتي. فمو عملية استتباع يعني الحوار، وهذا هذا هو النشاط الذي قمنا به في فريق البحث الإسلامي المسيحي حين أنشئ في السبعينات من القرن الماضي، وتواصل بعد ذلك حتى اليوم، موجود الآن وموجود بعض الأشياء التي أشرت إليها، البيانات التي صدرت في أكثر من مكان، وهناك بيانات كثيرة في الأردن في المتحدة وفي في المغرب إلى آخره، معناها الظاهرة هذه. ولكن نظرا لوجود مشاكل أخرى في الحياة أحيانا تبدو كأن هذه البيانات تبقى جزر معزولة نصوص، لكن أهميتها تبقى صحيحة. وهذا ما اكتشفته أنا حين اشتغلت سنوات، أنا اشتغلت في فريق البحث الإسلامي المسيحي من الثمانينات حتى ثمانينات القرن الماضي حتى بداية القرن الحادي والعشرين، معناها هذا أصبحت مجرد عضو أنتمي إلى الفريق فقط دون أن أكون لي مهمة رسمية فيه. فمهمة هذه الحوارات هذه والبيانات هذه هي أن تكتشف الإنسانية ثراءها من خلال الحوار، وليس من خلال العداء وإلا الإعراض وإلا الإقصاء أو الاستئصال. مش هذه عملية نزع الثقافة نتاع الطرف الآخر وهيمنة الطرف على أطراف أخرى. الحوار هو تقدير الأطراف جميعا لبعضها حتى تثري كل ثقافة وكل عقيدة معتقداتها بالشكل الذي يجعلها أكثر حضورا في هذا العصر. جميل حديث سي نايفر، وكيف بسط الموضوع أن الحوار عبر الحوار وأن تكتشف الإنسانية ثراء. يعني توك ترجع وتقرأ نوعا ما ما كتب في الإنجيل وفي التوراة، هذا يثري نوعا ما ما موجود عندنا في ثقافتنا نحن الإسلامية العربية. يمكن كذلك تكلم سيد نايفر قال أنه الحوار هو أسس أساس من الأسس التي تبنى عليها الحضارات الإنسانية. يعني التصادم لن ينتج عنه أي شيء. وكذا يقول لك فعلاقة الاختلاف هي علاقة إثراء كل طرف للآخر. كل ما نختلف أنا مثلا نقرأ كتاب إنجيل ولا التوراة، هذا الاختلاف يمكن أن يثريني ويزيد من 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 من, 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 من علمي. والاختلاف هو أن تتمعن وأن تفهم نظرة الآخر حتى تتأكد وتتمعن في نظرتك. من جميل كي نشوف الآخر كيف هو، وربما أستطيع أنا أن أغير ما في داخلي وأتعلم منه بعض الشيء. فيقول كذلك هو مصدر من مصادر الثراء، وهذا هو ما لاحظناه. كذلك عندما نقرأ الكتاب بتاعك وعندك مش يقرأ إنسان الكتاب بتاع سي فوز إدريسي سيعيش هذا الثراء من هذه الكتب الأخرى، كتبنا المقدسة اللي في بعض الأحيان ديما ما نحبوش نقرأها. قال شنو هي سري؟ هي كتب تم تحريفها، تم برشة تحريفها كله. هو التقديم تاع فانسان فيرولدي هو مهم جدا، لأن اليوم في عصر العولمة واختلاط الشعوب أصبح من الضرورة أن تتعايش هذه الشعوب. إذا كان فماش فكر تعايش، الشعوب هذه باش تعيش سلوك عنصري كبير وباش تعيش انقسامات كبيرة، وكما صار في الماضي يعني تلقى أحياء في بعض العواصم الأوروبية عايشة على طرة على هامش المجتمع، وهذاك يخلق يعني يخلق التطرف ويخلق العنف بعدين ويخلق الإجرام. التعايش إذا كان يكون تعايش عن اقتناع، تعايش نير، ممكن يكون حاجة إيجابية وتولد سلوك إيجابي وتولد ربما تأثير إيجابي على الحضارة الإنسانية. وأحسن مدخل للإقناع وللتعايش الإيجابي هو العلم. عندما تخاطب فكر البشر، عقل البشر، قلب البشر،
وأكثر شيء يحسه الإنسان ويمس الإنسان في عقله وفي وجدانه هو الخطاب الإلهي، وهي خطاب الكتب المقدسة إذا كانت صحيحة، وكان الكلام يعني يوصل لمبتغاه يوصل مرماه. هذا هو يعني القصد من تقديم بير فانسون فيرولدي باش يقول لي اليوم الكتيب هذايا هو يفتح الباب هذايا بفهم النصوص المقدسة، تقريب وجهات النظر بين المسيحيين واليهود والمسلمين، لأن كما يقول هو في الأخر لازم نتعايشوا، لازم نقروا لبعضنا، وتعيشنا هو غنى يكون يفيد الإنسانية كل. يقول فقط، هو يأكد على نقطة، يقول المقاربة متاع المسيحيين ومتاعنا احنا ومتاع الكتاب هذية تختلف، لكن في النهاية المحصلة هي واحدة، هو مخاطبة وجدان وعقل الإنسان بالعلم، وحتى مخاطبته بالنصوص المقدسة من خلال فهمها بالعلم. التجربة هو خاضها قبل موريس بوكاي عبر كتابه لا بيبل لو كوران لا سيانس، مالوريزمون هو حط اكوتي تو لي زوتر ليفر. وكذلك في كتاب حديثا صدر في فرنسا، ما صارش كيما عمل سي فوزي الدريسي هذا الحوار البناء في كل الكتب. فما كتاب خرج اخيرا ديو لا سيانس اي لي بروف، وكتاب به في البلان علمي معناها ما سنتيز تاع العلوم يعملها خارقه العاده، ولكن في بعض الفصول اراه انا لم يكن نوعا ما نتر في أراه. صحيح كلامك. موريس بوكاي اللي كتب لا بيبل لو كورون لا سيانس، هو طبيب فرنسي، وقع في خطئه هو، لأنه هو خطأ الناس اللي ارتكبوا أخطاء في قراءة النصوص المقدسة. ويقول اللي المشكلة القطيعة اللي صارت وكل هو في الحقيقة هي خطأ قراءة الإنسان النصوص المقدسة. هو وقع في نفس الخطأ في نفس المشكل، لأنه لما دخل يدرس في الموضوع هذا، موضوع الخلق وخلق الكون، كيف قرأ الآيات نتاع الكتاب الأول المقدس القديم لجناز، هو بيدو قال ما كانش يلزمني أكثر من الفقرات الأولى والآيات الأولى باش نسكر الكتاب المقدس ونقول الكتاب المقدس هذايا كتاب فيه أخطاء ويزم نحطوه جانبا. وفعلا هو حكم، لأنه إنسان كانت عنده سمعة، ثم أخذ سمعة وعرفته الناس، والناس عرفت الكتاب متاعه وتقرأ الكتاب متاعه، وهذا ما سبب له زاد مشاكل كثيرة في فرنسا، لأنه في وقت ملقات نبذ، ويعني دخل في علاقة متوترة مع المجتمع متاعه مع الساحة العلمية متاعه. إذن اللي حبيت نقول أنا، المهم في هذا كل هو قراءة النصوص المقدسة المتأنية العميقة التي ترتكز على العلوم الصحيحة. نحن ما نلوموش على موريس بوكاي، لأنه زاد في عصره هو ثم حقائق علمية مازالت ما جاتش وقتها، لأنه احنا اليوم، وهذا يلزم نقولوها اليوم، هو المكتسبات هذه في الميدان هذايا، في ميدان العلوم، ميدان قراءة النصوص المقدسة، هي تراكمات وهي اجتهادات. ثم ناس اجتهدت تقبل، أخطأت أو لم تصب لأن ما كانش عندها زاد علمي كافي. ثم كل وين تقدم الوقت، كان دكتور مصطفى محمود، كان بعد جاء دكتور زغلول راغب النجار اللي طور وعطى أشياء جديدة، لكنه زاد كيف أخطأ في بعض الأشياء. جاء موريس بوكاي طور لكنه أخطأ في بعض الأشياء، وموريس بوكاي مع الأسف لم يتناول بالدرس نهاية الكون أبدا في كتابه. إذن احنا اليوم في القرن 21 احنا أثرى وأغنى من الناحية العلمية من الفترات السابقة هذه، واحنا اليوم قادرين باش نقدموا الإضافة. وهذاك علاش جاء الكتاب هذايا، هو عمل اجتهادي بحثي باش يحاول فعلا باش يقدم إضافة في قراءة الكتب المقدسة على ضوء المعطيات العلم الحديث.
شكرا فوزي، بارك الله فيك على هذه الحلقة، كانت حلقة شيقة ورائعة وشوقت الناس الكل، والناس الكل تشوقت. أنا مش تقرأ هذا الكتاب، فهمنا مش نقرأ هذا الكتاب، ليس مش مضيعة للوقت بصدق، عندما استقرأت ستكتسب معلومات علمية حديثة، ستكتسب ثقافة حديثة جديدة، وبهذه الثقافة ربما ستجد إجابة وإجابات على كثير من الأسئلة التي تحيرك. مستمعي إذاعة الحياة أفام، هكذا أشرفت حلقتنا على الانتهاء. كان معكم في الإخراج التقني أحمد مخلوفي، والإخراج الرقمي محمد سيف الدين بولعراس، وعلى المصدحي دكتور طارق البرهومي. فإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، دمتم على نور الله. نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.